مساء الخير. ضرب زلزال بقوة 6.7 على مقياس ريختر شمال شرق الهند وأدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد كبير من المواطنين بجروح مختلفة وتضرر عدد من المباني وسبب حالة من الخوف والهلع بين السكان اللي خرجوا من منازلهم وباتوا على الطرقات خوفا من هزات ارتدادية للزلزال. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب مصحوب بأمطار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مصحوب بتساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1200 متر وعواصف رعدية. أما الحرارة فمنخفضة والرطوبة عالية، البحر مائج وحرارة 119 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم ممطر بغزارة أحيانا مع ارتفاع تدريجي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر بالمناطق الشمالية وهبوب رياح قوية ممكن تبلغ سرعتها 70 كيلومتر بالساعة وتكون جليد على المرتفعات والطرقات الجبلية، ومنحذر من ارتفاع موج البحر. لبكرة طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وعم بتكون متفرقة إذن أحيانا مترافقة برياح قوية ممكن توصل لل 60 كيلومتر بالساعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر بالمناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما في خطر تكون الجليد على المرتفعات والطرقات الجبلية. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 10، على المرتفعات عم توصل ل 3، بالبقاع 3 والأرز درجتين تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن رح نبدأ من البداوي 16، الغابات 10، ننتقل من بعدها إلى البربير 16، جنوبا البرامية 13 وراس البيادة 16، عين عطا 11، لقلوق 7، حصرون درجتين وزغرين 8. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و90% حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 35 و70 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 10 أقصاها 15، الثلاثة بين 11 و16، والأربعة بين 12 و17. ما في تحسن ملحوظ بالطقس، في أمطار دايما، بتكون تنتبهوا كتير منيح وتتدفوا. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 13، دمشق 13، والقدس 13، ومننتقل من بعدها إلى تونس 22 وطرابلس 24، باريس 9، برلين 4 تحت الصفر. وهيدا كان كل شيء. باي.